الطيور مختلف الانواع تاع الطيور، وفيها حتى الحيوانات مختلف الحيوانات الى غير ذلك، يعني فيها كل شيء، يعني ما شاء الله، من كما نقولوا الارنب، الحجل، الذئب، الثعلب، اللي يقول اللي يظهر لك، يعني كلش كاين، كلش كاين، يعني الطبيعه خلابه، يعني حتى راهي تستغل حتى يعني مصالح الغابات، راهي تكري هذا بعض لي ترونشي هذوك لي ترونشي هذوك على يديروهم باه يفصلوا الغابه عن اختها على جال الحريق، ولكن في نفس الوقت الحاجه المليحه اللي راهم يديروا فيها راهم يكروها، وراهم الان بدات الناس عندهم الثقافه تاع غرس الاشجار، يعني في الترونشيات ما بين الغابه والغابه في الترونشي كما راكم تشوفوا يغرسوا بعض الاشجار اللي منها تزين المحيط، منها الانسان ذاك يستفاد منها، ومنها تنفع الحشرات وتنفع الطيور وتنفع الحيوانات، يعني هذه هي الايجابيه تاع الاخر. حنا شنو المشكل الكبير برك هو الحرائق للاسف الشديد، ان هذه الغابات اللي راكم تشوفوهم تاع مدينه تنس الى غير ذلك، لا ماهيش من الاستقلال هذا لا ماهيش محروقه، لا محروقه بالك 20 30 خطره، معناتها الغابه كي تحرقها في دقيقه وبدات تعاود تخلف لازم لها حوالي 30 حتى 40 عام حتى 50 عام على حسب الاشجار، لان احنا هنا يغلب عليها الصنوبر البحري الصنوبر البحري ونبات العرعار والضرب الى غير ذلك، والاحراش الباقيه هذه كما نقولوا احنا الكروش وكاع، هذه هي الغابات، وهذه الغابه هذه مع حافظوا عليها قد ما تنجموا، وصبناها في هذا الجائحه تاع الكورونا، وكاع الناس ولات تجي ولا ويجي يقلع الكاليتوس ويقلع الصنوبر ويقلع العرعار، لعلمكم ان هذه النباتات الغابيه تنفع كلش، معناتها غلي الماء وحطها فيها تشربها شي تيزان، يعني كاع الاشجار تاع الغابات هي عباره عن شغل تيزان، ديرها تيزان تشربها، معناتها تنفع كلش، تنفع كاع جميع الامراض اللي عنده حاجه، يعني المختصين يهضروا في الهضره، احنا مش نهضروا، احنا نستعملوه، استعملنا الكاليتوس وبخرنا به والحمد لله رب العالمين.